احباب الروقي يحييكم وكيتمنى لكم الصحة والسلامة وطول العمر. الفيديو ديال اليوم غيكون عبارة على حلقة من حلقات سلسلة جبد لودينات. الضيفة ديالنا اخوتي خرجت في عام 2000 وما ادراك ما عام 2000. هذا العام اللي كلشي كان كيتسنى فيه اللحظة ديال نهاية العالم والسقوط ديال الطائرات والاطلاق ديال الصواريخ والقنابل النووية. وبسبب هاد الخلعة اللي ناضت في العالم، المرسيدس لونسات لينا طوموبيل مخلوعة وشادها الرعدة، حاطة رجل في التسعينات ورجل في الالفينات. ما حيت هتشبه السلف الصالح ديالها W202، ما حيت هتشبه الايدول والملهم ديالها F200 ايماجينيشن. وباش بلا ما نطول عليكم وعلى ضيفتنا، رحبوا معايا W203، صفقوا عليها. ضيفتنا اخوتي ابدا الديزاين والتطوير والتيست ديالها في 1994، والتكنيك مو هي الدوزيام جينيراسيون في السيري ديال الكلاسي من بعد W202، ونقدروا نعتبروها هي التروازيام جينيراسيون الى حسبنا حتى 190 اللي تاهي كتعتبر كومباكت اكزيكوتيف. هاد المبروكه اخوتي بالمولود الثقافي ديال السماسريه كيعيطوا عليها بالكوكاوه، علاش الله اعلم. وقبل ما نزيدوا نبشوا مزيان في الماضي ديال ضيفتنا، ما تنساوش تابونا وتدعموا القناه وتبارطاجيوها مع احبابكم واصحابكم. هاد الوقيته اخوتي بالضبط ديال بدايه الالفينات شهدات التفوق ديال بي ام على المرسيدس، وهادشي كيبان في الاوكارونسيس اللي خرجت في 97، بلوك مودرن وشاسي سبورتيف وريجي. والواعر في هادشي هو الديستريبيسيون ديال لو اللي كان 50-50، وما نساوش الماطر اللي كيجيو فيها سوفيستيكي وايكونوميك وبويسون. والعكس ديال هادشي كان في الدبليو 202 اللي الديزاين ديالها كلاسيك ومربع، الشاسي ديالها ثقيل، والتوني دروت ديالها فحالو فحال التوني دروت ديال الشيفرولي كورفير، والكونيكسيون عندها ثقيله في لا ديريكسيون لي زاكسيليراسيون وحتى الباساج ديال لي رابورت فيتاس. هادشي اخوتي خلى المرسيدس تحس بالعار وبالدنيه، الشيء اللي خلاها تبنى كاع لي تكنولوجي ولي زينوفاسيون اللي كانوا في ديك الوقيته في موديلها الجديد واللي هو W203، بحال التوربو تشارجين والفاريبل فالف تايمين ولي سيستم دانفو ديفيرتيسمون ولي بروجيكتور دليل ولي سيستم سيكوريتي، والبلان اللي عجيب وما يقدر يلقاه الكونسوماتور حتى فشي بلاصه هو العدد ديال الماطر اللي كيخرجوا فيها واللي وصلوا ل 22 موتور. اعزل وتخير، ليسونس ديزل بسوبر تشارجر ولا التوربو ولا بلا تيربو، 4 سيلندر 5 سيلندر 6 سيلندر ولا حتى 8 سيلندر. واخا هاد الديفيرسيفيكاسيون اللي كاينه في لوفر، المرسيدس يلاه باعت 2 مليون حبه من هاد W203، في حين الاو 46 ديال بي ام كانت كتباع منها 500,000 حبه كل عام، واللي كانت كتخرج بربعه ديال الماطر فقط. هادشي اخوتي كان كيبين لينا حاجه واحده، هو ان المرسيدس في ديك الوقيته كانت غير كتشلط وكتجرب في عباد الله، الشيء اللي بطبيعه الحال انعكس بالسلب على الفيابيليتي ديال موديلاتها، وهادشي غنزيدو نتاكدو منه في الفقره ديال الجباد لودينات. وكيف ما قلنا اخوتي من قبل ان هاد W203 بدات الخدمه في 2000 والتروستيلات في 2004، باش في الاخير تشد التقاعد ديالها في 2007. وهنا كنهضروا على الفيرسيون ديال السيدان والستيشن واغن. الديزاين ديال الاكستيريور ديالها نقدروا نقولوا عليه قبيح وكئيب في الموديلات ديال لونتريد كام، خاصه في الفاس 1، ونقدروا نقولوا عليه تاني سليك وجميل جدا في لي فيرسيون ديال لود كام بحال سي 30 سي دي اي باك اي ام جي مولات 3 لتر 5 سيلندر ديزل، وبالخصوص سي 55 اي ام جي مولات 5 لتر 4 في 8 اسبيراسيون ناتورال واللي كتخرج لينا 362 عود و 520 نيوتن متر ديال الكوبل. الزيرو اسو عند هاد الاخت كيتدار في 4.7 ديال الثواني، والسرعه القصوى في حدود 250 كيلومتر في الساعه، وكتجيب البواطه فيتاس اوتوماتيك 5 ديال لي رابور بالاي ام جي سبيد شيفت وبالادجاستد دامبرز والكويل سبرينغز. هاد سي 55 اخوتي كانت اول اي ام جي كتخرج بالكواد اكزوست تيبس، وكتعتبر لا بلو فيابل دي كلاس سي اي ام جي بالنسبه للانتيريور ديالها، ولات كتشبه لاي انتيريور كانت في ديك الوقيته، بحيث حولوا لي كونترول ديال الزاج والفيروياج اللي كانوا في الكونسول سنترال حولوهم للبيبان. المهم ديزاين غروتيسك، واللي خاصكم تعرفوا انها كانت متيسعه وكونفورتابل على المنافسه ديالها السيري 3 بالنسبه للزيكيبمون اللي تقدروا تلقاهم فيها، على حساب اش من فيرسيون غتشري، واش الكلاسيك ولا الاليغونس ولا الافانغارد. واللي مهم ان كلهم كيجيو بلو اس بي والريغولاتور دو فيتيس والسته ديال لي زيرباك والفولون ملتي فونكسيون والكليماتيزاسيون اوتوماتيك ولي فيترو والريتروفيزور الكتريك. البلان زوين في هذا الدبليو 203 هو ان المرسيدس خدات بعين الاعتبار المشكل ديال الصدى اللي كانت كتعاني منه الدبليو 202، بحيث بدلات في لي زيليمون ستركتورال وموديفيات لي سيستيم دو فيكساسيون، واستعملت دي ماتيريو جداد في المولاج ولومبوتيستاج ديال البيبان ولي بانو ولي كابو ولي كوف، ومستحيل تلقاو شي وحده مصديه واكلها البولاج. بالنسبه للماطر اللي كيجيو فيها وكيف ما قلنا كتار، ولكن اليوم غنفوكسيو على الماطر الاكثر
اكثر شهره عندنا في البلاد. اول موتور هنايا هو 2 لتر 1 4 سلندر اللي كيخرج لينا ما بين 116 حتى 122 عود، وما بين 250 حتى 270 نيوتن متر ديال الكوبل. والدبليو 203 اللي كتكون فيها هاد الكونفيغوراسيون كتسمى بالسي 200. اما بالنسبه للسي 220 كيكون فيها نفس الموتور مول 2 لتر 1، غير هاد المره كيخرج لينا ما بين 143 عود حتى 150 عود، وما بين 315 حتى 340 نيوتن متر ديال الكوبل. الكونسوماسيون هنايا كتكون ما بين 6.1 حتى 7%. من غير هاد الكات سيلندر اخوتي عندنا نعم سيدي 5 سيلندر مول 2 لتر 7 20 فالف كيخرج لينا 170 عود و 370 نيوتن متر ديال الكوبل في الفاز ا، و 400 نيوتن متر ديال الكوبل في الفاز 2. الزيرو اسو هنايا كيتدار في 8.9 ديال الثواني، والسرعه القصوى في حدود 230 كيلومتر في الساعه. هادو كاملين اخوتي كيجيو بالبوطا فيتاس مانيوال 6 ديال الفيتاسات، ولا البوطا فيتاس اوتوماتيك 5 ديال الفيتاسات، ولا 7 ديال الفيتاسات جيترونيك. وندوزو دابا اخوتي نشوفو واش ضيفتنا تلميذة مجتهدة ولا كسولة في مادة السلامة. والصراحة تقال الكسيدة في الدبليو 203 غير عشاقة، بحيث تحصلت على 5 ديال النجمات في التيست ديال الاورو ان كاب، اللي كيف ما كتلاحظوا ان لا كابين ما ديفورماتش في مرة، وكتوفر حماية قصوى للرجلين والحوض والراس، واخا الا لاحظتوا ان الايرباك تعطلت في الخروج. النيفو ديال الحماية هنايا كيهبط بالنسبة لمنطقة الصدر والساقين. هاد الكلاس سي اخوتي نقدروا نقولوا عليها سونسي، بحيث بانوا فيها شلة مشاكل خاصة في لي فيرسيون ديال الفاز ا. ومن بين هاد المشاكل عندنا نعمسي ديال الكوطي الكترونيك ولي سيستم جيستيون ديال الموتور اللي ديما كيطيحوا اون بان، وكيطيحوا معاهم لا بي اس ولو اس بي. وفي غالب الاحياء الكالكولاتور كياكتيفي المود ديغرادي، وكيبلافوني الفيتاس في 120 كيلومتر في الساعه، وكيبلوكي البواطه فيتاس في التروازيام رابور. عندنا عاوتاني المشاكل ديال الكونتاكت ولونتي ديماراج الموديلات اللي ما بين 2000 حتى 2002. مشاكل اخرى اخوتي بانوا بسبب الكونتاكتور ديال لونغل دو براكاج اللي كيطيح اون بان وكيشعل معاه التيموانياج في الطابلو دو بور. عندنا ثاني المشكل ديال السيستم دو فيرويا سنترال ولي زيسوي غلاس اوتوماتيك، وفي لي كوموند الكتريك دي ريتروفيزور ولا جوج ديال الكاربيرون اللي كتعطي النيفو غال. مشاكل اخرين ثاني بانوا في السيستم ديال الكليماتيزاسيون، مره كيكون المشكل في الريغولاتور، ومره في لي كوموند شوفاج والفونتيلاسيون. هادشي اخوتي فيما يخص الالكترونيك. بالنسبه للكوتي ميكانيك اغلب المشاكل كيكونوا في لي موتور ديال زيت سي دي اي، فحال التيربو اللي كيتهرس في 50000 كيلومتر الاولى، ولي زانجكتور اللي كيتونكرازا وسيرتو في السي 270، والكاتاليزور اللي كيتبوشا وكيهبط مع البويسونس ديال الموتور ويقدر بسببه تشعل العافيه في الطوموبيل. من غير هادشي كاين مشاكل بانوا في البواطه فيتاس اوتوماتيك اللي البروميير والدوزيام والتروازيام كيوليو يدوزو خاويين، وهادشي بسبب السينكرون اللي خاصو يتبدل، وبعض المرات البواطه كامله خاصها تبدل اللي يقدر بعض المرات تكون غادي ب 140 كيلومتر في الساعه، والديغرا ديال البواطه غير وحدها للدوزيام ولا التروازيام. وفي شي حالات اخرين اخوتي الفيتاسات كيبداو يدوزو قاصحين وكيمخدو معاهم الطوموبيل، وهادشي كيكون بسبب الفويد اللي كيديرو في الرواديسمون اللي كيجي من الرادياتور ديال البواطه. هاد الليكيد اخوتي كيتخلط مع الزيت وكيصدي معاه لي كونيكتور ولي زيليكتروفان، وكي اوندوماجي معاه الكونفرتيسور ديال الكوبل. وكاين ناس اخرين اخوتي بداو كيسمعوا الصداع في الترانافون وغير في 60000 كيلومتر الاولى، وهادشي في الغالب كيكون بسبب لي بيتي دامورتيسور والسيلان بلوكات ديال لابار ستابيليزاتريس. هاد البيبي الجديد اخوتي اتقام غالي على المرسيدس، بحيث دارت بزاف ديال لي رابيل باش تكوريجي هاد المشاكل اللي ما كيتسالاوش وكل مره فين كيبانوا. بحال مثلا الرابيل جينيرال اللي تدار في 2005 للطوموبيلات اللي تصنعوا ما بين ديسمبر 2004 وجونفي 2005، وهادشي بسبب لا موفيز فابريكاسيون ديال البومب دانجيكسيون. هنا في هاد الحاله اخوتي المرسيدس كتبدل السيستم دانجيكسيون كومبلي. الا بقينا اخوتي متبعين المشاكل ديال هاد الكاوكاو المحروقه ما غاديش نساليو. داكشي علاش غندوزو نشوفو الشهادات ديال الناس اللي كسبوها، ونبداو اخوتي مع واحد الاخت اللي عندها الكلاس سي 200 مولات 122 عود موديل 2006، الكيلومتراج واصل عندها 210000 كيلومتر، وكتقول على انها ورثتها من عند بوها اللي بصفته المالك الوحيد ديال الطوموبيل من نهار فاش خرجت، وكتضيف على انها جلست في الكراج مده 7 سنين، ونهار فاش بغات تحركها لصقات ليها باتري جديد والموتور ديمارا في الضربه الاولى طقا مارش. وعلى حساب ما كانت كتسمع من بوها انه جامي بان عنده شي مشكل من غير التقوليه ديال الديريكسيون اسيستي. هاد الاخت اخوتي ما ناوياش تفارق على هاد الكلاس سي اللي كيف ما كتقول انها كتشم فيها ريحه بوها، ومن غير المانتونس ديال تبدال الزيت والفلترات ما بدلات فيها حتى حاجه من نهار فاش حركتها من الكراج. الشهاده الثانيه اخوتي ديال واحد الاخ عنده السي 220 موديل 2000 مولات 143 عود. هذا الاخ دوز الكلاس سي 200 و 320، وكيقول على ان الكاليتي دو فابريكاسيون في المستوى مقارنه مع الاودي اكات بيسيس اللي تاهي دوزها. هذا الاخ اخوتي عجبو التوني دروت والديريكسيون ولاغريمون دو كوندويت لي سبورتيف ديال بصح سورتو في لي فيراج، وبسبب هادشي كان ناوي يكسبها مدى الحياه حتى النهار فاش بداو يطيحوا عليه لي بان بحال الشتا، سورتو في الالكترونيك والبومبو دو بريسيون ولي بواني ديال البيبان اللي كل مره كيتبلوكا فيهم واحد. هذا الاخ اخوتي بقى تابعها
بالاصلاح على وعسى المشاكل اللي يحبسو ساعه والو عاد ما كتزيد فيه والبلا اللي زعزع عليه المشاعر ديال بصح. والنهار فاش بغى يديماريها وقالت لي اين تاكسي نهيمن زعما قالت لي سرش الطاكسي خليني ناعسه. ايوا سيدنا عيط على الديباناج ومن مورا ساعه هو كيتقرمل في الشمس شرجاها وداها للكونسيسيونير ديال المرسيدس. تما قالوا لي خصو يبدل لاكلي والترونسبوندور حتى الكالكولاتور والطوطال ديال هادشي اخوتي كيعادل البري باش شاريها. هادشي بلا ما نهضروا اخوتي على لي زانجيكتور ولي بوجي والبومبا د المازور والفونتيلاتور د الشوفاج والكونفرتيسور ديال البواطه والكاتاليزور والطوراديو. الحاصل اخوتي هاد الاخ ما كينصح حتى شي واحد بهاد الدبليو 203 ما عدا الناس اللي عندهم الفلوس كيتبن يقدروا يشريو جوج باش الا خسرات وحده يهزوا الاخرى. ومع هاد الكلاسي اخوتي يقدروا دوك الجوج يخسروا في دقه واحده. داكشي علاش من الاحسن تشريو ثلاثه باش تهناو. ايوا يا اخوتي الاخر مبخر والشهاده الاخرى ديال واحد الاخ اللي خصو يتبخر نيت لا تكون ضاربه العين. وهادشي بسبب لي ديفو اللي كيطيحوا عنده كل شهر. هاد المسخوط عنده السي 220 موديل 2004 مولات 150 عاود اشراها من عند الكونسيسيونير ديال المرسيدس في 2017 كانت ضاربه في ديك الوقيته يلاه 150000 كيلومتر. فمن مورا 6 شهور ديال العسل اخوتي ولاو كيطيحوا عنده المشاكل كل شهر بحال البومبا ديال الماء والجوانات ديال لي زانجيكتور والبواطا فيتاس والطوا اوفر والكونتاكتور ديال كلينيوتون والديفو ديال لابيس. التوتال ديال ريباراسيون وصل عنده 6000 اورو. هاد الاخ اخوتي مشى زالق بحال بزاف ديال الناس بحيث دوز ال 240 ووصلها ل 600000 كيلومتر بلا حتى شي مشكل وكيحسب ليه المرسيدس مازال كتصنع الحديد الملي. ما علينا اخوتي هاد الاخ في الاخر باعها لاسيرونس وهنا راسو. بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على الرخام وباغيين يشريوا الكلاس سي 270 مولات 170 عاود حداري ثم حداري بالو عاد ديال الفلوس وكلشي كيبدا يخسر فيها ابتداء من 150000 كيلومتر. وهادشي اخوتي بحال الكومبريسور ديال لاكليم والومبرياج وليرولمون والكالكولاتور ديال لي زربا والبيال ديريكسيون التوربو والفانوجير والكولاس وما نساوش السسبونسيون والالكترونيك والكابتور ديال لو اس بي والكريماير والبيب دادميسيون والانتركولر. بالنسبه للناس اللي كاسبين هذا الدبليو 203 كنصحكم انكم تبقاو تقلبوا لتحت ديال البيبان على قبل السطا اللي كيبدا في الغالب من البيبان وديما حديو مع الترانفون وسيرتو الى سمعتو شي صوت ميتاليك اللي يقدر يكون جاي من لي روسور ديال زامورتيسور وحاولوا ما تضربوش بها لي تراجي صغار وسيرتو السيركولاسيون في المدينه. بالنسبه للثمن ديالها في المغرب الصراحه كيضحك بحيث كاين شي ناس عايشين في عالم الوهم والاحلام بحال هاد الاخ اللي طالب فيها 11.5 موديل 2006 ديوانة 2024 يا سيادة 2024 وضربة 300000 كيلومتر. داكشي علاش قلت لكم هاد الناس عايشين في التخيلات وفي وسط العالم الميتافيزيقي وما وراء الطبيعة. ايوا يا الحباب الحلقة اليوم سالت نتمنى انها تكون عجباتكم وفاتكم وميعادنا ان شاء الله يتجدد من هنا واحد اليومين وهادشي كامل اللي قلناه اخوتي غير باش تعيشوا الحياة وبلا صداع الميكانيسيانات. اتهلا.